مرحب مرحب يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان، مرحب مرحب يا رمضان، ويا مرحبا بك يا الله الرحيم. الحمد لله علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، أصلي وأسلم وأبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، وبرنامج كي كلمات كقرآن كخوف كالغياب إنه سيخلد أفهمه جسكي تطبيق طبانات أيام مرينا أيضا وحا الله سبحانه وتعالى إنه وتل ماما وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فظن أن لن نقدر، فظن يعني نحن ملي أن لن نقدر أي أن لن نضيق عليه إنانا عريري قلينين أن لن نقدر لقموض أن لن نستطيع إنانا أود لقموض سيدا قرطبي أوليه أحد هذا الكسيدا لوردي وهذا الكفر إيه أيو نخونا يا ماركيسا. أيضا كلو حاويا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. قلت إلى سبحانه وتعالى وحنوت الماما يأجوج ومأجوج مركي لسوس يديو يعني قابك أو إيمان دونا إلى مركي حويري وهم من كل حدب وحكي إيمان دونا من كل حدب ميل والبوت تاك أو بوره ينسلون أي يسرعون أيغو سودك دقايو أي كسودك دونا حلقة ماركيسا مركا لغما وضو يتكاثرون أيغو بضن أي ميشا كسو يعني دقايان لغما وضو أي وحال لغوضا ينسلون أي يسرعون ويان. وهي أيضا نكال وحاويان يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. يوم ما لنت نطوي السماء سمضي لدو بدون يعني محال قدو ويا حديقه هذه يوحو البقروح وإلهي وكدو ليه أيام أنت لغو دو بدون إله سي لغو دو بدون كما سيدي وحا لغو دو بدون كطي السجل سيدا يعني صحفتا لغو لابو للكتب. هل كان كتبك كتب تعاذيك ما جمع الكتاب معها أيو حاويان للكتب أي للمكتوب قرالك قده سكويا للسيدة ورقد لغو دو مثل ورقدا قرتي ورقد مركا قرتي وديري ربتا ورقد وإنا اسكو لابتا صمع مركاد اسكو لابيسيت قرالك حقو آده قده كجرا مركسا مرك إلهي حليه كطي السجل للكتب أي على الكتب كتبت دوش يعني ورقد اللي قد له لابي مركسا سيدا سانا له لابي دونا معلنت يوم القيامة. وي آيات ذكر وحاويا ثانية عطفه ليضل عن سبيل الله ثانية لبما أهن هل كان واحد لقوضة أي واحد لقوضة ثانية حال أويها عطفه مت إسلابي أي عطفه وحاويا جانب كويا لنعويا وحان الله استعمال قفك سكبر مركو كاججيستو أي واحد الله استعمال عطفه الله استعمال مرك إله سبحانه وتعالى وحصوت المامي أبو رستيسا وحبدنا على صوت المامي مركز حاليا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثانية عطفه انت بقى سيقو حجة وكدو داي ما هايستو ما عركيسا علم انكو مدو داي وحو دليل سناي ملاحان كتاب يا آيات قرآن يا حديث كو مشيقا لكن مركي حقي لو شيقو ثانية عطفه أصوغو كبر قبو أيو إسجيدنا يا ما عركيسا مركا ثانية لغموضو لابا لغموضو وحالم ده آيات إله سبحانه وتعالى في سورة المنافقين وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم مركا جيدتان كساء أجي سنايان ويان وآيادك لو حاويان إن الذين كفروا ويسدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبات حرم كلاه حتلما سواء جدك يعني حرم كوحن كيلن جعلناه للناس جدك حقيلن سواء متلوسي من يحي في يعني العاكف كان اعتكاف صلى الله عليه وسلم وحال العاكف المقيم ذات كرير مكدغن إيو فيه والباد باد كان وحال لغا وضع ذات كمكا بنان كذا كي إمانا ما شو دونا بها كي إمانا باديها عادي لغا موضع وحال لغا وضع مد والبو بنان كي إمانا إمان كيسا هيا لغا وضع مركا العاكف كو اعتكاف صلى الله عليه وسلم والباد كو باديها كي إمانا ساس معه إيو حاويان العاكف كو مكدغن والباد كو بنان كمكا كي إمانا كو بنان كمكا كي إمانا
أيضا كلو حاويا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا رجالا هل كان لقمة وضع رك لقمة وضع إله سبحانه وتعالى حلي وأذن وحلقة وضع وأذن أدواق في الناس ذاتك واحد أدواق ذا بالحج حجك أغير يأتوك ويكو إمانايا رجالا أي على أقدامهم أيغو سعضان يكو إمانايا أي إمانايا حجك إيمان كيسا لقمة وضع الرق أيكو إيمانا لقمة المركزة وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق وأيضا نكر إن شاء الله تعالى أذن بسنا وحاويان فإذا وجبت جنوبها فإذا قرتي وجبت أي سقطت أي دعضويا وجبت واجب معها فإذا قرتي وجبت أي دعضو جنوبها لنا لنا أدعضو ماركيسا اي بعد نحرها ويان قرتي لا غورو اي دعد waxaa laga hadlayaa waa geela qaabka loo qalo geela qaabka loo qalo waxa weeyaan sida looda iyo ariga loo qalo amal ma geela asagoo fadhiyana lama qalo marmar waxaan arkaa fiidiyoyo asagoo fadhiya ay qalaayaan geela waxaa la suubiyaa asagoo taagan ina qashid weeyaan waxana loo qala سيدح ذيسا سيدح لغ إنو كو استغنادا لبادا لغو أغو خريسو ميت كميدي والا لاوا ماركيسا هذا كهرا ابن عمر إنو أها هان جعلا هاي وحو أركي نين جيلا أساقو فديق قلاي مركز وحو كويري سيدا ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحو أها إنا استاجي سيد لبادا يدا أدينو خري ميت كميد إه إنا لابتيدو آت حرتيدو ويان سيدح ذا مركا عيدو سا أغو تاغن أيا لدون رفتا لون تالغا لغو رفتا مركز أي دعى سام أركيسا دينع دينع ودعى سا إلا لقتها حرنة مركز دعى ذنه كبعد إله سبحانه وتعالى حيري فكلوا منها عنا أركيسا أو أطعم القانع والمعتر كان قناع سن إياه كان باهن لبضبة حلصي أو حلقة وحلقة سيم أركيسا مركز أوران فإذا وجبت كورتي لغو واجبية لها ورنة جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.